مقاطعة إيفانوفا في روسيا، اعتقلت الشرطة مراسل قناة فرنسا 24 ومترجمها والناشط المحلي سيرجي بيسيلوف. اتهمت المراسلة بتغطية الآراء المناهضة للحرب في روسيا. قامت الصحفية بعمل تقرير عن بيسيلوف الذي رفعت بحقه في وقت سابق دعوى قضائية بتهمة التخريب بسبب كتابة لا للحرب على مبنى إدارة المدينة، وجرى تغريمه ب30,000 روبل بموجب قانون تشويه سمعة الجيش ونشره مقطع فيديو مناهض للحرب. المعارض الروسي الصحفي إيغور ياكوفينكو يقول إن القمع ضد حرية التعبير في البلاد يتزايد باستمرار. في روسيا توجد رقابة عسكرية على وسائل الإعلام، وقد تم سن القوانين التي تعاقب بالسجن لمدة 15 سنة بسبب نشر الحقائق، وقد اتخذت إجراءات لكتم أصوات الصحفيين والإعلاميين. الوضع هو ذاته في بيلاروس، حيث اعتقل قبل أيام محررو موقع لبيع السيارات دون ذكر أي أسباب، وسبق الاعتقال تهديدات من السلطات بسبب نشر صورة لسيارة بألوان المعارضة البيلاروسية، وقد وجهت اتهامات لإدارة الموقع بتأجيج الوضع في البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها بيلاروس في وقت سابق. تم اعتقال رئيسة تحرير الموقع يوليا مودريفسكا ورئيس تحرير المشاريع الإعلانية يوري غلتشوك ورئيس التحرير فاديم زنكيفيتش، ورفض أقارب رئيس التحرير التعليق على ما إذا كان الاعتقال جرى على خلفية قضية إدارية أو جنائية. الآن نرى أن كل من نظام بوتين ولوكاشينكا متطابقان تقريبا في رغبتهما بتدمير الصحافة الحرة، وفي بيلاروس يتعرض عدد كبير من الصحفيين للاضطهاد ويحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، والشيء نفسه يحدث في روسيا. كونستانتين سكوركين الصحفي في مركز كارنيجي بموسكو يؤكد أن إجراءات القمع الجديدة مرتبطة بتشديد التشريعات وسن قوانين قاسية، وبالأخص قانون تشويه سمعة القوات المسلحة. هناك قوانين شديدة القسوة تعاقب منتهكيها بالسجن ل15 سنة، ويتم استخدام هذا القانون على أكمل وجه الآن، ويمكن اعتبار كل شيء تشويها لسمعة الجيش، حتى اقتباسات خطبة الكاهن لليف تولستوي والتي قال فيها إن الجنود الروس لن يذهبوا إلى الجنة وهكذا. وفقا للخبراء، يتعين على الصحفيين المستقلين العاملين في روسيا توخي الحذر الشديد في تقديم المعلومات، وغالبا ما يضطر الناس إلى القراءة بين السطور. الآن وعلى سبيل المثال، تم الحفاظ على صحافة الاقتصاد والأعمال التي تهتم بالعواقب الاقتصادية للعقوبات المفروضة على روسيا، ويمكن قراءة كل هذا بحرية، لكنها مكتوبة بروح إعلامية جافة دون تصنيفات ودون توجيه اتهامات للحكومة. في ظل هذه الأجواء، فإن وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة الأكثر شعبية في روسيا وبيلاروس إما مجبرة على الصمت أو الهجرة.